حبينا اليوم نقوم بجولة تفتيشية وحضور الجمع الشهري للمراكز والأقسام والتأكيد على التقيد بالتعليمات، وفي نفس الوقت تقديم المعايدة للعناصر الشرطة وتوجيههم ومحاضرتهم بضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة وبالضبط والربط والقيافة الجيدة وحلاقة الوجه وتقديم خدمات أمنية للمواطن واحترام المواطن والتعامل معه بأسلوب حضاري. حيستمر الجولات التفتيشية على المراكز. اليوم كانت الجولة في مركز شرطة جردينة أو حضور الجمع الشهري مركز شرطة جردينة ومركز شرطة سلوق وقسم النجدة، وإن شاء الله الشهر القادم حيكون في مركز المقرون والهشيم وجرثة وقمينس. ونسأل الله التوفيق للجميع، وبرضو نأكد على ضرورة التقيد بالتعليمات اللي تصدر من رؤساء الأقسام والمراكز واحترام التراتبية والانضباطية.